ومضايا آيات إلى الرحمن تشكو أمة هي نقضت عهود الشرعة الغراء رحلت بحسرتها بألم بحزن رحلت بحسرتها وظل وراءها يا سر الجوى والجمر في يا الأحشاء ما جت نحس القاع بينا اليوم حال الحسن والحسين واليوم نقرأ لهم مقتل أمهم الزهراء وفاة أمهم شهادة أمهم ما جد نحس القاع بينا اليوم ما جت ومدامعنا يا ابو الحسنين ما جت اجانا الليل امنا شلون راحت اجانا الليل امنا شلون ما جت يا ريت وياها تاخذنا المنية يا ريت وياها تاخذنا يا المنية لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون صوتك وياي إيدك مدها ليلة توسل ليلة أربعاء قلبك فتحة ونقرأ هالكلمات مفتاح وسبب للاستجابة اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت وشايع وباع وتابعت على قتل 3 اللهم لعنهم جميعا يا الله بارك الله فيكم اطلبوا حوائجكم احبائي حاجة امامكم اولا المكروب المحزون المهموم اذكر والديك حيين ميتين اذكرهما بالدعاء اطلب حاجة لمؤمن غريب مسجون مهموم عند مريض ما عند ذرية مديون صاحب حاجة اذكر بحاجتك ثم اطلب حاجتك تقضى ان شاء الله بشفاعة اهل البيت يا وجهاء عند الله اشفعوا لنا عند الله آمين رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أوذي نبي مثل ما أوذيت
صدق رسول الله. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسن. صلوا على محمد وآل محمد. أحبائي، بناء الإنسان عملية شاقة، بناء الذات وتحويله من لا إنسان إلى إنسان، من معدوم إلى موجود، من ميت إلى حي، من أجلكم الله يشترك مع البهيمة والدواب في كل شيء إلى أن تنقل إلى حال يتجرد من البهيمية ويتجرد من حركات وسكنات الدواب، ويعيش إنسان بعقله، ويعيش إنسان بقلبه، ويعيش إنسان بروحه. تسأل عن سبب وجوده بالحياة يتمكن من الجواب، يعرف ليش موجود، يعرف. تسأل من الخالق، من الصانع، ما عنده متاهة، رؤية عنده كونية أيديولوجية مرتبة. هذا مو سهل إنسان يتحول هالتحول هذا وينبني هالبناء هذا الرصين. تسأل عن الغاية، الغاية من وجوده شنو؟ يجاوبك وما خلقت الجن والإنس إلا. تسأل عن الغاية القصوى، هاي الغاية الأولى، تقول له وين المنتهى؟ يقول لك إلى ربك المنتهى. هذا الإنسان من يحمل هالفكر ويحمل هالرؤية ويحمل هالعقيدة ويحمل هالثروة، ثروة الإيمان، ثروة الإيمان، كنز عند الإنسان. لقمان الحكيم يقول لبني الدنيا بحر عميق غرق فيه الكثير فاحكم سفينتك تنجو. قال له شنو سفينتك؟ قال له إيمانك بالله. هاي الدنيا بحر عميق، لما الإنسان يصير عنده ثروة، يعرف ربه، يعرف الخالق، يعرف ليش مخلوق، يعرف شنو المصير، يعرف النهاية. هذا مو سهل إنسان تبني بهالشكل، تبني بهالقوة وتحوله إلى إنسان يعرف غايته ووجوده ويدافع عن الحق ويدافع عن العدل. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ليش؟ ليش سنريهم في آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم؟ ليتبين لهم أنه الحق، يعرفون الحق، يعرفون الله. إجا واحد إعرابي، النظرة المأخوذة عن الأعراب مثل ما يقول القرآن، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، هاي الصورة العامة. بس ماكو مؤمن من الأعراب؟ لا، أكو. ماكو إنسان مؤمن متقي مؤدب؟ أكو. إجا واحد من الأعراب وقف قدام النبي صلى الله عليه وآله لذكره الصلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. شوف شلون الإنسان النبي صنعه ويصقله ويبني ذاته ويقوم ذاته ويجعله وين ما يروح هو عنده قاعدة للتعامل في هذه الحياة. إجا قال له يا رسول الله أريد أعرف ربي. شوف اختصر له كل شيء بثلاث خطوات، ثلاث خطوات اختصر له كل شيء، الدنيا والآخرة والحياة كلها اختصرها بثلاث خطوات وثلاث كلمات. يا رسول الله، قال بلى. قال أريد أن أعرف ربي. أنا ما أعرفه. قال له اعرف نفسك. بس تعرف نفسك تعرف شنو؟ منين تعرف نفسك؟ تعرف نفسك نقصك، الخلل اللي بيك،
الفراغ اللي عندك، الحوادث اللي تتعرض لها وتمر عليك ليل ونهار، لا تقدر تدفع عن نفسك المرض، لا تقدر تدفع عن نفسك الأذى، لا تقدر تدفع عنك كل شيء، ما تقدر، لا حول ولا قوة. فقال لي أريد أعرف نفسي، أعرف ربي عفوا. قال لي أعرف ربك. أكو حديث أحبائي مروي في نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه السلام، يقول من عرف نفسه فقد عرف ربه. اللي يعرف نفسه يعرف رب. أريد أنا أعرف ربي. قال لي أعرف نفسك، اختصر لي، شوف نفسك هالنقص هالحوادث اللي تتعرض لها، أنت كنت تعرف أن وراك مصدر. اثنين، قال لي أريد أن أطيع ربي، كيف أطيع ربي؟ قال لي أعصي نفسك، خالف نفسك، لأن نفسك ما تريد الالتزام، نفسك تريد الفوضى، نفسك تريد اتباع الهوى، نفسك تريد الشهوات، نفسك تريد هذا كله. الله يريد ينظم لك إياه، شلون يميزك، شلون ينطيك قيمة. أعصي نفسك تطيع ربك. قال لي يا رسول الله كيف أرضي ربي؟ هسه أنا عرفت ربي من خلال معرفتي لنفسي، وأطعت ربي من خلال معصيتي لنفسي، أريد أرضي ربي، أكون في محل الرضا. قال لي اسخط نفسك، يعني أدبها، يعني ربيها عليكم السلام، يعني أدبها ربيها. وهذا يختصر النيا القرآن بآيتين، بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من وقد خاب من. خلاص اعرف نفسك تعرف ربك، اعصي نفسك تطيع ربك، اسخط نفسك ترضي ربك. ثلاث خطوات، فهم المعادلة، افتهم المعادلة كلها. فإذا بناء الإنسان وبناء ذاته وبناء ذات قوية، بناء شخصية تفهم، بناء شخصية تعرف من الخالق، من الرازق، من المعطي، من المانع، ارتباط بخالق الكون. هذا مو من السهل أن تصنع هيك إنسان وتقوم هيك إنسان، هذا الأنبياء يسووه، هذا الرسل يفعلوه مع الناس، بالذات جهد وتعب نبينا الخاتم محمد. يعني أولا حول الناس من فاسدين إلى صالحين بذل الجهد مقطوع النظير، ما تقدر تقول قليل النظير، مو بحق، لا مقطوع النظير، شيء نادر ما يتكرر. بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بسم الله الرحمن الرحيم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع نفسك يعني شنو؟ هالك نفسك، راح تهلك نفسك حتى يعرفون الله، حتى يؤمنون به، وحتى يعبدون الله، وحتى يتبعون الله، وحتى يلجؤون إلى الله ويعرفون، راح تهلك نفسك. بعد شو يقول القرآن؟ شخصيته شنو؟ رسول من أنفسكم شنو؟ حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. لم تجمع هاتين الخصلتين إلا الاثنين، الله ورسوله. من جمعت هاي الصفتين؟ رؤوف رحيم، صفات الله من خصال الله، رؤوف رحيم، جمعها لنبيه، لسيد الرسل، جمعها إليه. إذن مو بسهولة الجهود اللي حولت الناس من لا شيء إلى شيء، من لا فكر إلى فكر، من لا إيمان إلى إيمان وعقيدة. وتشوف، خل أضرب لك مثال، هواي هذا المثال، إذا فعلا أحبائي شوية ندقق بي رح نأخذ من عنده. انتبهوا، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
هاي شوية القصة احفظوها أحبائي، احفظوها ليش؟ لأن هاي راح تبين لنا جهد النبي، التعب اللي بذل النبي وقدمه. إجا النبي يوم من الأيام قبل الصلاة، قبل موعد الصلاة، دخل إلى المسجد، الصلاة بعده ما صايرة، لقال فرد رجل متوسط العمر فوق الشباب دون الناس الكبار، متوسط العمر جالس في المسجد، سلم عليه وتبادل السلام. النبي شافه على وجهه علامات، شو انتبهوا على شكله ومظهره علامات. شنو علامات؟ علامات الخشوع، علامات الخضوع، علامات الخوف من الله عز وجل. أحبائي ترى ذني كلش مهمات يصير عليك يبينها، زحمة ترى الإنسان ما يبين عليه الخوف من الله، وهاي تبين عليه وين؟ في الخلوات، لما يخلو من الناس، لما يخلو من الناس تبين عليه. إذا استمرت واستدامت وصارت صفاتها جيدة تطغى عليه، تطغى عليه، تبين على كل صفاته ومظهره وشكله وسلوكه وقوله. لما يتكلم يحسب ألف حساب للكلمة، لما يتصرف يحسب ألف حساب للتصرف. فالنبي شاف عليه علامات خوف، علامات خضوع، استفزه بسؤال، وهذا السؤال هو اللي فتح الموضوع. قال يا هذا، قال بلى يا رسول الله. قال كيف أصبحت؟ شلونك اليوم؟ هذا السؤال طرح عبر التاريخ، حتى طرح على الأئمة، كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ طرح على الأئمة كلهم، وأكو روايات بها الجواب وارد. كيف أصبحت يا هذا؟ قال يا رسول الله أصبحت من الموقنين. من الموقنين، هاي كلش كبيرة، من الموقنين، هاي كلمة كلش كبيرة، وهاي يراد لها إثبات، ويراد لها شوية استدلال. قال له وما هو حقيقة يقينك؟ يقينك شنو؟ شلون انت اصبحت من الموقنين؟ قال له كأني صباحا ومساء كأني بين يدي الله للحساب والكتاب. قال له اطب للسوق، الله وياي، ماكو الله وياي بس بالجامع، هاي الله وياي بس بالجامع حالة، بس اطلع اعوف الله بالجامع واطلع للشارع لوحدي، هاي مو لطيفة، هاي يعني علاقتي بالله وقتية، يحكم بها الحال المكان. قال الله معي صباحا كأني بين يدي الله للحساب والكتاب. هذا الحكي الحد الآن لفظ، الحد الآن كلام، النبي يريد يثبت إنا جميعا على أرض الواقع. قال له ماذا تتمنى؟ شنو أمنيتك؟ أمنيت راح تبين حقيقة يقينه ومصداقيته، وأنه هذا الكلام اللي قاله أنه بين يدي الله للحساب والكتاب حق وواقع، وهذا الإنسان قاعد يتكلم بجدية ومصداقية لو لا. قال كيف أصبحت؟ قال له أصبحت من الموقنين. ما هي حقيقة يقينك؟ قال له بين يدي الله للحساب والكتاب. قال له ماذا تتمنى؟ قال له أن أموت شهيد بين يديك في سبيل الله، هاي أمنيتي، أمنيتي أروح وأنا قدامك بين يديك وأقتل بين يديك. التفت النبي إلى الناس في المسجد، قال لهم من أحب أن ينظر إلى من يحبه الله ورسوله فلينظر لهذا. اللي يريد يشوف منه الله يحبه ورسوله ويحترمه خلي يشوف، لأن هذا قول وعقيدة وأمنية. هذا منو سواه؟ منو صنعه؟ هذا منو بناه؟ هذا منو قومه؟ أحبائي اللي بناه وصنعه وقومه هو النبي والخاتم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فهذا النموذج يكشف لك انه اكو جهد للنبي، فلعلك باخع نفسك على آثار. يعني لما نقول ما اوذي نبي مثل ما اوذيت، وين نوقف؟ مثل هيك شخص يجي انسان يهدم ايمانه، مثل هيك شخص إنسان يجي يحرفوه عن المستقيم والطريق الواضح، مثل هيك إنسان ويجي واحد يلوث فكرة ويلوث عقله ويلوث مبدأه، هذا يؤذي النبي لو ما يؤذي النبي؟ جهود النبي، يعني خلي شوية نحكيها بمثال أوضح.
مثال أوضح، يونس عليه السلام كان يعمل بالخزف، وكانت عنده أزمة القوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت مستحيل نبي يكون من الظالمين. أحبائي مستحيل، الأنبياء معصومين، هذا اللي نؤمن به ونعتقد به أتباع مدرسة أهل البيت، النبي ما يكون ظالم. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي. النبي ما يكون ظالم ولا يكون عاصي ولا يكون مخطئ. كل ما يرد في إخطاء الأنبياء وكل ما يرد في تخطئة الأنبياء وعدم عصمتهم لازم نأوله، لازم نأوله، نبحث له عن تأويل، لأن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران عليهم. الله اصطفى، الله اختار، يعني الله اختاره هو يدري بي ظالم؟ لا مستحيل. الله اختاره هو يدري بي عاصي؟ لا ما ممكن. فتؤول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت مو من الظالمين، من قرية الظالمين، من المجتمع الظالم. ما يمكن أن نقبل نبي ويكون ظالم، ما ممكن، لأن هذا يتعارض ويا الحكمة الإلهية، هذا يتعارض ويا من؟ ويا القوانين الإلهية. شوف القرآن شو يقول بعد، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجل. هذا يوضح لنا أنه كان شايل هم وكان شايل غم في داخله، لأن النبي ما يمكن يتألم لنفسه، والنبي ما يمكن يتألم لأي شيء ذاتي، يتألم للأمة. يعني عود تقرأ القرآن، خرج موسى خائفا يترقب، يعني نبي خاف؟ لا، يخاف على الرسالة، يخاف على الدين، يخاف على المجتمع، مستحيل يخاف على نفسه، مستحيل. هذا مو مثله ومثلك، أخاف على جيبي وأخاف على بيتي وأخاف على سيارتي وأخاف على موبايلي، هذا إحنا، إحنا نخاف عليهم. بس النبي لا، كله لله النبي كله، ومع ذلك إحنا لازم نبحث له عن تأويل. فيونس عليه السلام ما كان من هو من الظالمين، إنما من المجتمع الظالم. كان لديه عمل اسمه الخزف، هذا يسوي الفخار. الله وداله ملكين اشتروا منه الفخار، وراحوا هناك كسروا الفخار كله، طقوه الوحدة بوحدة، كان يطلع من مكان عمله وراح للشخصين ذولا اللي هم حقيقتهم ملكين، قالهم ليش تكسروني؟ قالوا لهم مو شغلك، طيناك أجرته لو ما طيناك؟ قالهم دفعتوا لي، خلاص انتقلت الملكية بعد، انكسره نوهبة بعد مو شغل. قالهم أنا قاعد أتألم. قالوا ليش؟ قالهم صنعته بإيدي، هذا التعب أنا ليل مع نهار يلا سويت الخزفة وانتم تجون تشتروها تكسروها، خلاص تشتروها. قالوا لا، إذن الله كيف يعذب خلقه يا يونس؟ الله هم صنع خلقه وصنع الإنسان وقوم منه هو نطفة، والنطفة علقة، والعلقة مضغة، وكساها عظام، وكسى العظام لحم، إلى أن صار فتبارك الله أحسن صح له لا؟ ونبي جيد سرعة ذبه؟ لا ما يمكن، يعطيه فرصة، ينطيه مجال، لأنه مع خلقه هذه حكمته، يمهل ولا يهمل، ولا هو يباوع ويشوف العاصي ويشوف المذنب. يعني الرواية تقول أوحى الله إلى داود عليه السلام قال يا داود بشر المذنبين وانذر المطيعين. كيف؟ شلون تصير المسألة؟ أنت بمفهومك لازم بشر منه وانذر منه العاصي صح لو لا؟ هاي هي القاعدة، انذر العاصي وبشر منه. يا داود بشر المذنب وانذر المطيع. قال ربي أبشر المذنب؟ قال بلى، بشر المذنب بالتوبة فإن له رب رحيم، وبشر المطيع من المعصية، ما ريد يعصي ما دام طاعني، ما ريد يعصي. هاي 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 الحقيقة، وين نلقاها؟ اقرأ دعاء الافتتاح المروي عن مولانا صاحب الزمان عجل الله فرج الشريف لذكره الصلوات. فلم أرى مولا كريما، الله أكبر، ترى كلام في غاية الدقة، فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي، تدعوني
فأولي عنك، تتحبب إلي فأتبغض إليك، تتودد إلي فلا أقبل منك. شوف كلام الإمام تشبيهه باللغة، كأن لي التطول عليك. ثم بعد هذه الجولة وبعد هذا التصنيف، ثم لم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي، فارحم عبدك الجاهل. هذا ملخص. إذن الله عز وجل لمن يبعث أنبياء أو رسل مع الرحمة ويقومون الإنسان ويبنون الإنسان بناء ذاتي، يحولوه من فاسد إلى إنسان صالح. هاي مرحلة قطعها النبي صلى الله عليه وآله مع المجتمع، ثم قام بالدور الثاني حتى نعرف قيمة معاناته وأذاه، حول الإنسان من صالح إلى مصلح. وإذا بالإنسان هو يدافع عن الله ويدافع عن الدين ويدافع عن القرآن. عبد الله بن مسعود من المسلمين الأوائل، من المسلمين الأوائل جدا، كان يجهر بقراءة القرآن في وسط قريش. ترى مو عبالك سهل هذه، يعني كل جماعة كان ما يقول أنا مسلم. ليش؟ هاي درجات الإيمان، هو هذا الإيمان، أكو إيمان 1% وأكو إيمان 90%. وعمار مقرون بالإيمان من رأسه إلى قدمه، في رواية من قرنه إلى أخمصه، كل إيمان. هاي نماذج قدامك. يطلع عبد الله بن مسعود يقرأ قرآن بصوت عالي وقدام أبو سفيان وقدام أبو جهل وقدام أبو لهب وقدام هاي النماذج كلها، ويقرأ قرآن بصوت عالي. كانوا يضربونه ضربا مبرحا حتى يخرجون الدم منه، يرجع كل دم. يقولوا له يا ابن مسعود انت ليش لا تقرأ؟ قال لهم لا، كلام الله. هذا التحدي، هذا البناء اللي بناه رسول الله صلى الله عليه. هذا ابن مسعود تلميذ القرآن، تلميذ الإسلام، تلميذ النبي صلى الله عليه، صنع منا صنع ذات قوية، إنسان مؤمن قارئ للقرآن، محل ثقة. أذوه وائي بني أمية، أذوه في عهد عثمان ابن عفان. كان عليمان ابن مسعود كان على بيت المال في الكوفة، خازن بيت المال في الكوفة، يعني وزير مالية، يحسب كل درهم يطلع درهم يطب، حسابات دقيقة. فعلا هذا الإنسان الأمين هكذا تعلم. علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه كان يوزع وينظف بيت المال ويكنسه ويصلي بركعتين شكرا لله، ما يخلي حقوق تضيع وحقوق تغبن دون واحد عن الآخر. صارت ديون الوليد كثيرة، الوليد حاكم الكوفة ابن عم عثمان ابن عفان، لأن هو خلى عشيرته بالسلطة كلهم، وزعهم في كل أروقة السلطة على مستوى محافظ وحاكم وعامل وما شاكل. لكن هذا الوليد كان مفرط، يشرب الخمر، يأتي إلى المسجد إلى بيت الله سكران. يعني هذا تعب النبي؟ شوية خل نوقف عند بعض الحقائق. هذا تعب رسول الله؟ ما أوذي نبي، شوف ضرب لكل مبادئ رسول الله. وأبعده الله عن الذكر الطيب. هذا الخبيث كان يصلي الفجر بالناس 6 ركعات وتنتهي الصلاة يلتفت إلى المصلين، هل أزيدكم؟ أنا أرد أفرض لك فرض، ما يخالف؟ جاوبني بسرعة، شد حيلك. أنا إمام جماعتك، صلينا المغرب والعشاء، صلينا اليوم الظهر والعصر، لكن أنت شفتني وأنا أصلي الظهر أجهرت، شو تقول لي؟ أنت مثقف عندك فقه، خو ما تقول لي سيدنا ترى قريت بصوت عالي ما تبطل صلاتك، شو تقول لي؟ تحكي لي بالقرآن، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. نبهني أنا شو أقول؟ أعرج من الجهر إلمن إلى الإخفاء. وهكذا بالعكس، إذا المغرب
زين انا بالركعه الثالثه من العشاء وياي انت، وانا بدل ما اقول بحول الله وقوته ايش قلت؟ الحمد لله اشهد ان، شو تصيح؟ شو تنادين انت بالصفوف؟ بحول الله وقوته، يعني انت تشهدك شنو؟ مو في محله. اخلص الصلاه شو اسوي؟ سجدتي السهو تنحل المشكله، غير اعتمد عليك، انت مو مصلي، انت مؤهل اذا مات امام الجماعه شو تكون انت بالصف الاول؟ مكانه، صح لو لا؟ زين ذولا الجامع كلهم سكاره ويا الولي كانوا يعني هاي ست ركعات الصبح يا بتلاثة، انتبهوا صارن ثلاث ركعات غير ينتبهون، أربعة توهموا عشاء، خمسة ما ترهم لك، ستة شلون؟ إلا كلكم سكارى أنتم، الإمام والمأموم شاربين خمر وكلكم متل، يعني هذا الإسلام، هذا الدين، هذا القرآن، منو يقبل؟ هذا تعب رسول الله، هذا جهد النبي، فهذا الوليد هذا من هاللون. عثمان خلى حاكم، خلى إمام جماعة، خلى بيد المال وهو يشرب الخمر ويصلي، هذا بأمر من الدولة، بتغطية من الحكومة. هسه أنت تعتب على الوليد، لو تعتب على الدولة اللي خلته والحكومة النصبته، عليه من تعتب؟ يقولون أهلنا الحادي ما بيصوج، صوج اللي مشى وياه، بس هذا كانت الدولة تغطي له، لأن الدولة إذا ترضى بالفساد تغطي على الفاسد، إذا الدولة ترضى بالخطأ والحكومة ترضى بالخطأ تشوفها دائما تغطي للمخطئ وتسد للمخطئ، وهذا هو الفشل بعينه. ماكو بناء، ماكو تقويم، ماكو عدالة، لا يصير هيك. فعبد الله بن مسعود رجل قرآن، رجل عادل، ربى الإسلام، صنع النبي صنع محكم من صالح إلى مصلح، وقام يدافع عن القرآن ويقرأ جهرا، فقام يلح على الوليد يقول له المال ترجع، لأن أنت قاعد تستقرض وتأخذ مال المسلمين، و و و طالبه. اشتكى الوليد عند عثمان بن عفان على عبد الله بن مسعود. هسا أنت يا منصف أريدك وياي، عبد الله بن مسعود ما راد الفلوس الجيبة ولا رادهن البيت، رادهن المن، حق وعدل بيت المال، والوليد مسرف مبذر شارب الخمر زاني، هكذا يفعل. صعد الأمر إلى عثمان، خلينا نشوف القرار والحكم بعدالة بإسلام، حتى نشوف لما النبي يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، يصعد القرار إلى الحاكم، الحاكم يرجع توبيخ إلى عبد الله بن مسعود ويعاتب، يعني شلون الطالب الوليد ويقول له إنما أنت خازن لنا وخادم عندنا، هو يتأذى ابن مسعود. هسه ابن مسعود عنده خيارين، لو يخضع يظل يحافظ على وظيفته وراتبه، لو هو مسلم حقيقي، القرآن يعرض لنا هاي النماذج، وأن الإنسان من يكون مطيع ويكون مؤمن ويكون إلى قيمة، النبي صلى الله عليه وآله يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. ابن مسعود قال له أنما أنا خازن لبيت المسلمين وليس خازن لكم، وأنتم إذا تريدوني خادم لكم وأغطي على هاي المساوئ والعيوب فأنا ما أقدر، أنا مستقيل، هاي مفاتيح بيت المال وأنا طالع. استقال عبد الله ابن مسعود، يعني النبي صنع، يعني النبي بنى، يعني النبي قوم. لما استقال عبد الله ابن مسعود الدولة مرضت، عثمان رفض، منو كان وياه اللي سولفت لكم عنه ليلة أمس وقبل ليلة أمس؟ مروان بن الحكم. قاموا وضربوا عبد الله ابن مسعود حتى كسروا أضلاعه، بسطولك يا ضربوه ضرب مبرح، هو هم الظاهر معلم عدق والكتل من أول ما نزل القرآن، ما عنده مشكلة، وكان يقرأ القرآن يبسطوه قريش ويضربوه ويذبوه. هسه الضرب مبرح إلى أن كسروا أضلاعه، تقول الرواية حملوه من أمام عثمان مجموعة من الناس، شالوه ما قدر يمشي. فهذا النموذج اللي صنع النبي، لكن قاوم، شوفه في آخر أنفاسه، احفظ لي هاي القصة هواي تفيدك، بينك وبين نفسك تنفعك، ومع أسرتك تنفعك، وايد تفيدك. الظاهر
أحبائي، عثمان صارت عنده صحوة شوية وحس بتأنيب الضمير شوية، لكن شنو الفايدة؟ راح يزور عبد الله ابن مسعود وهو في مرضه. ومن راح وياه؟ مروان. قعدوا ويا عبد الله بن مسعود، يحتضر عبد الله بن مسعود، التفت لعثمان، احفظوا بحق رسول الله احفظوا. قال له يا ابن مسعود؟ قال له نعم. قال له ماذا تشتهي؟ شو تريد؟ الدولة جاية يمه، منطق الحكومة هذا، لأن عندها مال، لأن عندها جاه، لأن عندها سلطة، تحكي بهالمنطق، ماذا تشتهي؟ قال له رحمة ذا ربي، أشتهي رحمة الله. هذا كلام جدا قوي، هذا يقول المؤمن بقوة. شوف تعب رسول الله، شوف جهد نبيك. ماذا تشتهي يا ابن مسعود؟ قال رحمة ربي. قال له ماذا تشكو؟ قال له ذنوبي، أشكو ذنوبي. قال له أجيب لك الطبيب؟ قال له لا، لا ينفعني، أنا بعد مودع. قال له أعطيك مال؟ قال له من كنت معافى ما أخذته، هسه أخذه وأنا راحل. هذا قلت لك الإنسان ينبني فكريا عقليا قلبيا روحيا، يعرف ربه، يعرف مصيره، يعرف هذا جهد رسول الله، تعب رسول الله. بعدين عثمان عطف، قال له ليس لك المال إنما لبناتك، عنده 4 بنات. قال له لا حاجة لهن. قال له ليش؟ قال له علمتهن شيء علمني إياه رسول الله. قال له وهو؟ قال له قراءة سورة الواقعة في كل ليلة، سمعت رسول الله يقول من قرأ الواقعة في كل ليلة أغنأه الله عن الدنيا والآخرة. صلوا على محمد. ويقول إمامنا الصادق عليه السلام من قرأ الواقعة في كل ليلة يحشر يوم القيامة ووجهه كالبدر في ليلة تمامه وكماله. هسه يا هل انتصر ويا هل انهزم؟ عبد الله بن مسعود له الجماعة، عبد الله بن مسعود انتصر وفاز فوزا عظيما. بمن فاز؟ بدينه وبعقيدته والنبي ربه. إذن أحبائي، النبي صلى الله عليه وسلم قدم شيء للإنسان ورب الإنسان وقوم الإنسان وصنع. بعد نضرب مثال آخر لصنع رسول الله وكيف قابلته الأمة وكيف عاملته الأمة. الصحابي الجليل الثورة والقوة أبو ذر الغفاري رضوان الله. شوف النبي شنطة من كلمات. 1، من أراد أن ينظر إلى شبيه عيسى ابن مريم فلينظر إلى أبي ذر. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. خو أنت مؤمن واعي، خو مو يشبه بالشكل، يشبه بالمبدأ، يشبه بالفكر، يشبه بالعقلية، يشبه بالإيمان، يشبه بعد بمن؟ بالتواضع والزهد. عيسى عليه السلام تقول الرواية دابته قدماه وأكله من أعشاب الأرض. هذا عيسى كان. عيسى هذا السيرة اللي ثابت عنه والسيرة اللي نقلت عنه أنه كان دائما يمشي، ما يركب دابة، الناس كانت تركب الدواب، هو دائما يمشي وأكله دائما من الأعشاب، من الأشجار، من النبات هذا. فلما يقول النبي اللي يريد ينظر إلى شبيه عيسى ابن مريم فلينظر إلى أبي ذر، يشبه عيسى بهذه المبادئ والقيم والمثل والأخلاق. هذا 1. 2، يقول النبي ما أقلت الخضراء ولا أظلت الغبراء، ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. شنو هذا؟ يعني أبو ذر إذا أريد نقيمة في الوسط الاجتماعي أصدق واحد، لأن سئله الإمام الصادق قال له مولاي جدك يقول هاي الرواية ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء، الغبراء الأرض والخضراء السماء، ما أقلت الأرض ولا أظلت السماء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر.
يعني أصدق الناس. قال له أين أنتم؟ أنتم أهل البيت وين؟ قال له لا يا هذا، نحن لا يقاس بنا أحد. نحن لا يقاس بنا أحد. نحن لا يقاس بنا أحد. يعني شنو؟ اجعلنا في معزل عن الناس وقيس. يعني أبو ذر أصدق أهل الأرض، أبو ذر أصدق الناس. انتبهوا لي أرجوكم، هاي اثنين في حق أبي ذر. أبو ذر فرد موقف من مواقفه يبين حقيقته. أبو ذر فقير وزاهد، والمسلمين التحقوا بجيش العسرة للمحاربة للمجاهدة للحروب اللي كان يقودها النبي، بس أبو ذر تخلف. هاي شلون ترهم منا أشبه الناس بعيسى بن مريم، منا ماكو أصدق ذي لهجة من أبي ذر، وإذا راح تصير الحرب وأبو ذر ماكو. وتدري ذولا أكو مجموعة بين المسلمين الله ما يجرحهم، يا بشو أبو ذر ماكو، عافوا الدنيا كلها، وين أبو ذر؟ هسه ماكو قدامكم بس أبو ذر، بس يريدون يخطئون أبو ذر ويريدون يسجلون ملاحظة على رسول الله. وكان رسول الله ينظر إلى الطريق، دائما ينظر إلى الطريق. تقول الرواية بركة الناقة لأن كانت تعبانة، وهل كان مالت أبو ذر بركت بالطريق وركست وأخذ يكمل طريقه مشيا. ما عنده سبيل، الجيش التحق، المسلمين راحوا، فصار فارق بينه وبين جيش المسلمين أيام. هاي الأيام أكلوا شربوا ذول الجروب، الجروب التعبان أكلوا شربوا، ما خلص منهم أبو ذر أبدا. تقول الرواية النبي كان ينظر إلى الطريق وبين حين وحين يقول لهم من يبشرني، من اللي يبشرني بجاية أبو ذر؟ وإذا بعد 3 أيام سوادة مقبلة، سوادة من بعيد، النبي قال لهم من يبشرني؟ قالوا يا رسول الله هذا أبو ذر إجا مشي. بس تقول الرواية من وصل أبو ذر فك في الأرض وفك في السماء. هاي باللغة العربية كناية عن شدة العطش، من قد ما عطشان فاتح فمه ووقع بين يدي رسول الله، سقوهما شربوا مي، قعد انتعش. ما الأمر يا أبو ذر؟ قال لهم بركة الناقة، بركة وعفتها انتهت وجيت مشي، صار لي 3 أيام أمشي. أثناء ما يتحدث مع رسول الله وإذا يطلع من جانبه ركوة، هاي الركوة مالت الماي نسميها احنا الزمزمية، مطارة صغيرة قوطية شيلها ويا واحد، ركوة صغيرة. وإذا أبو ذر عنده مي، قال له لشو عندك مي ووصلت لنا فك في الأرض وفك في السماء؟ قال لهم أثناء مسيري هاي 3 أيام مريت بوادي، وجدت بالوادي عين ماء، تذوقتها كان ماء طيبا، قلت والله لا أشرب من حتى يشرب رسول الله. وثلاث أيام المي ويا، المي ويا، شفت هذا وين؟ واللي أذى رسول الله وين؟ هذا وين تخلي هالنموذج؟ هذا بناء النبي، هذا إنسان ثورة، هذا إنسان نموذج، حمل الإسلام هم، حمل الإسلام قضية. خل نجي للدولة والحكومة ورجالها شلون تعاملوا ويا أبو ذر؟ سووا بي، جوعوه، تعبوه، آذوه، ضربوه، أخرجوه ونفوه من المدينة. يا أبا ذر تعيش وحيدا وتموت وحيدا وتحشر وحيدا، يا أبا ذر تموت غريبا فطوبى للغرباء، يا أبا ذر. هاي كل كلمات قالها النبي، وفعلا الدولة صدرت قرار بنفي أبو ذر للربذة. مات في الصحراء لوحده بس بنت وياه، وقالها قبل لا يموت قالها راح يمرون جماعة منا، انت رفع صوتي تقولي هذا أبو ذر صاحب رسول الله قد قضى نحبه، راح يجون مجموعة منه اللي كانوا هم أصدقاء اللي حوله، كانوا سلمان والمجموعة مالك وكم شخصية من أصحاب أمير المؤمنين، مروا بالطريق وسمعوا هاي البنت تنادي، اجوا لقوا أبو ذر قد قضى نحبه، غسلوه
كفنوه جهزوه ودفنوه. هذا النموذج تلقاه هو من صور الأذى لرسول الله، ما أوذي نبي مثل ما يبني النبي ذات ويقوم لذات، لكن الأمة شلون ما تعاملت مع تلك النماذج، هذا في كفه. لكن من نجي نشوفهم شلون تعاملوا ويا بيت رسول الله، الله صبوا حقدهم. مو هاي الأبيات اللي تقراها إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يكون جوابكم لرسول الله؟ ليش؟ شنو اللي الذنب اللي ارتكبوه أهل البيت؟ شنو الذنب اللي ارتكبته الزهراء سلام الله عليه حتى تعصر بين الباب والحائط؟ ما هو الخطأ اللي ارتكب علي بن أبي طالب حتى يصب عليه هذا الحقد والضغين؟ يا علي إن الأمة ستغدر بك من بعدي، يا علي ضغائن في صدور القوم لا تظهر لك إلا من بعدي. باكر إن شاء الله ختام المجلس نكون في ضيافة أمير المؤمنين إن شاء الله، الليلة في ضيافة الزهراء ونقرأ مقتلها ومصيبتها. شنو الذنب اللي اقترفوا آل البيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. كيف عاملوا القربى؟ مو الإمام زين العابدين يختصر النهاية القضية لما يسألون كيف حالك يا ابن رسول الله، كيف أصبحت؟ قال لا، أصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأصبحت قريش تفتخر على العرب بأن محمدا منها، وأصبحنا وأمسينا آل محمد كبني إسرائيل في آل فرعون، يذبحون أبناءهم، يقتلون رجالهم، يستحيون، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إذن هاي القضية هي ملخص حادثة الزهراء، كشفت عن الغيظ وعن الحقد وعن الحسد لرسول الله ولدينه ولشريعته ولإسلامه. أجركم الله، افتح لي قلبك بهاللحظات. الزهراء سلام الله عليها تجتمع مع أمير المؤمنين، اجتماع خاص، جلسة خاص. أبا الحسن قال نعم. قالت هل عهدتني كاذبة؟ قال لا والله، أنت صادقة مصدقة. قالت هل خالفتك منذ عاشرتك؟ هم يوم عصيتك، هم فرد يوم خالفتك؟ قال لا والله، أنت أجل من أن أوبخك على مخالفة، كنت نعم المعين على طاعة الله، أنت نعم المعين على طاعة الله. قالت يا أبا الحسن، يا ابن العم، لقد نعيت إلي نفسي، أنا ترى مقبل على رحيل، نعيت إلي نفسي وعندي جملة وصايا، وصايا تخص تجهيزها وتغسيلها ونعشها وقبرها ودفنها، وصايا تخص بيتها وأسرتها وعائلتها وأولادها الحسن والحسين، وصايا تخص أمير المؤمنين وتخص أبو الحسن. أجركم الله في ذلك اليوم. الزهراء اغتسلت وتطهرت ولبست أطهر ثيابها، وفي ذلك اليوم أخرجت الحسن والحسين إلى بعض بيوت بني هاشم، وأمير المؤمنين خرج إلى المسجد. أجركم الله، التفتت إلى أسماء، قالت يا أسماء سأدخل حجرتي أقرأ القرآن، إن خفت صوتي كلميني فإن أجبتك وإلا فاعلمي أني راحلة عنكم. دخلت الزهراء إلى حجرتها
ترتل القرآن وتقرأ بآيات الله بينما هي كذلك، وإذا بصوت وإذا بصوتها أخذ يخفت شيئا فشيئا إلى أن سكت صوتها عن القراءة. نادت أسماء من وراء الباب وصاحت من وراء الجدار: سيدتي يا بنت رسول الله، يا سيدة النساء، يا بضعة المصطفى. فما من جواب، آجركم الله، فتحت أسماء فتحت فتحت أسماء الباب وإذا بالزهراء ملقاة على الأرض. قد قضت نحبها، صاحت: يا سيدة النساء، يا بنت محمد المصطفى. لامست الزهراء، مدت يدها، وإذا بمولاتنا فاطمة قد فارقت الحياة. أين المنادي يا فاطمة؟ أين المنادي يا زهراء؟ أخذت تلطم على رأسها وتنادي: ومصيبته وعزاه. غطت مولاتنا الزهراء وأغلقت الباب وأخذت تنتظر قدوم أمير المؤمنين، بينما هي كذلك وإذا بالباب تطرق. فتحت أسماء الباب وإذا بهما الحسن والحسين. هواي صعب، هذا هواي صعب. سلمت عليهما، رحبت بهما: أهلا بكما سيداي يا ريحانة رسول الله. ثم قالت لهما: ما الذي جاء بكما في هذه الساعة؟ جابكما؟ قالا: يا أسماء، جئنا لأننا اشتقنا إلى أمنا الزهراء. قالت: سيداي، أمكم الزهراء تعبة ونائمة في هذه الساعة. قالا: يا أسماء، أمنا لا تنام في هذه الساعة. أمنا ما تنام، إنما تجلس في محراب. إنما تجلس في محرابها تصلي لرب العالمين وتقرأ القرآن وتدعو لنا. قالت: سيداي، دعاني أضع لكما طعام تأكلانه لعلكما جائعان. قالا: يا أسماء، ماذا تقولين؟ منذ متى نأكل من دون أمنا الزهراء؟ واويلا، آجركم الله، ما استطاعت أن تمنعهما أو تؤخرهما عن الدخول. آجركم الله، فتح الباب ورأوا أمهما على الأرض نائمة ومغطاة. جلس الحسن عند رأسها والحسين عند قدميها. لما الدهر جمع علي الهضم. افتح قلبك، افتح قلبك. لما الدهر جمع علي الهضم، لما وانا صبر تشتت صعب، لما الولد لو ضاق خلقه يروح. إيه
اللي ما عنده أم إذا عندك أم دير بالك عليها، إذا عندك أم حب إيدها صبحها مسيها قل لها يما شلونك شو محتاجة، لا تقصر. الولد لو ضاق خلقه يروح لمه لمه وانا ام اصبحت حدر الوطي هي يا وانا ام اصبحت حدر يا 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 هي الوطي. أجركم الله الحسن عند رأسها والحسين عند قدميها. الحسن ينادي أمه أنا الحسن كلميني، والحسين من جانب آخر أمه أنا الحسين كلميني، فما من جواب. أجركم الله رفع الحسن الغطاء عن وجه أمه، أمعن النظر في وجهها ثم صاح أخي يا حسين عظم الله لك الأجر، إن أمنا الزهراء قد فارقت الحياة، خرجا مهرولان يبكيان متجهان إلى المسجد يريدان إخبار أبيهما بهذا الحدث والحال. أوقفهما رجل عند باب المسجد من أصحاب رسول الله، قال سيداي ما الذي جعلكما بهذا الحال؟ هل تذكرتما جدكما رسول الله فتبكيان هكذا؟ قال لا 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 ولكن ماتت أمنا. لا 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 ولكن ماتت أمنا الزهراء. دخلا إلى المسجد، أمير المؤمنين مقبل عليهما وهما أقبلا يصيحان أبا أبا يا علي، أبا أبا يا علي لقد ماتت أمنا الزهراء. أرباب المقاتل يقولون علي استرجع، إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم حولق وقال لا حول ولا قوة إلا بالله. أول ما مشى مع أولاده قاصدا بيته وقع على وجهه. من شدة المصيبة وعظم الرزية عفى قلبه يا علي، عفى قلبك يا ابو الحملة. شفتها والله شفتها وشفت صوابها من غسلت. أجركم الله، الرواية تقول أن أمير المؤمنين وهو يغسل بالزهراء اعتزل التغسيل، اتكأ على الجدار، رأته أسماء دموع على خده، قالت سيدي أبا الحسن تأمرنا بالصبر فتجزع، تنهانا عن البكاء فتبكي، ما الأمر سيدي؟ قال أسماء لا تلوموني، أسماء لا تلوموني، لقد مرت يدي على ضلع فاطمة. خلي نروح إلى كربلاء، خلي نتوجه إلى مصيبة أبي عبد الله. شو نقول لعلي؟ ضليع ضلع واحد يا علي وهد حيلك، ضلع واحد يا علي وهد حيلك، شاضلوا حسين شو السبب؟
عندك حاجة واقفة، عندك مريض، عندك هام، عندك غام. زينب طلعت تدور على الحسين، زينب تتعثر بالجثث، تقوم وتوقع. الله الليل الليل الكل والقاع هيم هيمة هيمة، وما خلت علينا القوم خيمة. شوية وصف يوجع القلب. ما خلت علينا القوم خيمة، ويتيمة ظلت تلوذ بيتي. طلعت زينبها، طلعت تدور على الحسين، إلى أن وصلت للحسين. دورت دورت طلعت الولينا دورت، اي والله دورت، ومطروح بالحوم لقيت. انا قعد تقعدت يما وعاتبيت، والله وعاتبيت، المثلك شلون يعوف بيت. جاوب جاوب، هاي عبرة بيها جواب. قلنا اخويا يا ابو علي يا اخو. وصلت زينب للحسين وهو يجود بنفسه، وهو يصارع الموت ويصارع العطش، وشافته بهذا الحال. تريد ها شذق الارض؟ اقرا لك اياها بونة العراق، وكون الله يجعل هذا البلد آمن ويفرج عن العراق إن شاء الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. تقول له خويا بحليب أمي عليك. شنو؟ بحليب أمي عليك، بطل الونة ورفز رجلي. يا حسين خويا لا تنشر بالروح لشريك، ولا تنفد بالعمر لبديك. انا وين اضمك وين اخل؟ بيت الحاجة هذا، بيت الدعاء هذا، افتح لي قلبك. ها لا ترفعه، لا ترفعه، ونينك يا خويا لا ترفعه، والله لا ترفعه، انا ينصدع قلبي من نسمعه. ليش ينصدع قلبي من نسمعه؟ انا اذكر ونين امي البضعة. لقد جنت جاني على جنينها، فاندكت الجبال من حنينها. حال الحسن والحسين وزينب شنوها؟ جاوب جاوب. ما جت نحس القاع بينا اليوم، ما جت ومدامعنا يا ابو الحسنين، ما جت اجانا الليل امنا شلون راحت، اجانا الليل امنا شلون ما جت، يا ريت وياها تاخذنا المنية. إلهي ليلة التوسل أحبائي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم عجل لوليك الفرج، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين،
ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. افتح لي قلبك وردد وياي: إلهي بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى وبحق غريب ومظلوم كربلاء. ليلة التوسل، ليلة التوسل أحبائي. وبالتسعة المعصومين من ذرية الحسين: علي بن الحسين السجاد ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم المهدي. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين واهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، لا تجعلنا أسارى في أيدي الظالمين، ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، ارزقنا زيارة الحسين يا الله شافي كل مريض من أوصانا بالدعاء والمنظورين، وبالخصوص إلى مرضى هذا الوباء والبلاء يا الله. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها يا الله. اللهم فرج عن العراق يا الله. اطلبوا حوائجكم أحبائي، لا تنسون، قدموا حاجة إمامكم، اذكروا والديكم، واذكر لك مؤمن بحاجة، ونسألكم الدعاء. يوفق الساعين والمؤسسين وجميع الإخوة العاملين. نراكم غدا على خير إن شاء الله. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان، أموات الحاضرين والسامعين والعلماء والشهداء والصالحين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.